الحقيقة يعني هذا اعتراف بحضراتكم مش محتاجينه، لأنه أنا اهتمامي بالكرة مش اهتمام فني قوي، لكن أنا امبارح شفت حالة لابد من التوقف عندها والإشادة بيها، وهو أنه المنتخب بتاعنا لا، الصورة مختلفة، الأداء مختلف، الناس كانت محتاجة نتيجة أكتر من كده، ده طبيعي جدا، لكن احنا قدام يعني المدير الفني بتاع المنتخب اللي هو كروش فيه اختلاف. الراجل بيتكلم معاهم بيشرح لهم ايه الاخطاء، قال كلمه انا توقفت عندها، قال انا مش هتكلم عن لاعب بعينه في المباراه لانه هذه النتيجه هي نتيجه اللاعبين جميعا. فايه اللي حصل وايه اللي اتغير وتقييم الاداء بتاع المباراه بتاعت امبارح، واحنا رايحين ان شاء الله في المباراه بتاع الاثنين ممكن يحصل ايه يعني، او نتمنى انه يحصل ايه. خلونا نستمع الحقيقه الى الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي والصديق العزيز اللي وحشني جدا يعني، الدكتور ياسر ايوب. يا دكتور. يا دكتور محمد، اهلا بيك يا فندم. يعني كيف ترى المنتخب بعد مباراة امبارح؟ انت شايفه ازاي؟ هل في احنا قدام تغيير ملحوظ؟ هل احنا قدام حالة من التطور؟ الفكر بتاع كروش انت شايفه ازاي؟ هو اولا يعني انا من الناس اللي كانت متفائلة ان احنا هنكسب ليبيا، ما كانش تراودني الشكوك في ان احنا هنخسر امبارح. الاختلاف اللي في المستوى، ما نقدرش كرويا نقول انه مدير فني يقدر في 4 أو 5 أيام يعمل التغيير. لكن التغيير جه بسبب انه في مدير فني جديد، وده اللعيبه بتحب دايما تفرض نفسها عليه، يعني بتقديم كل ما لديها. والحاجه الثانيه، اللعيبه برضه هم مصريين زينا، فحاسين بالخطوره، يعني انه هم لو ما ادوش او خسروا فكان معناها خروج مصر من سباق كاس العالم. لكن لسه بدري شويه على التقييم الفني الحقيقي لمستر كروش كمدير فني لمنتخب مصر. لكن هي البدايه اكيد بدايه مشجعه لي ولينا، او نتفائل بيه او نتفائل معاه، وخصوصا انه اللعيبه بدات تتحرك يعني، وبدات تحس بالغيره على مصر، وده مطلوب في الكوره، رغم انه الكره يتقال عليها انها لعبه فلوس ولعبه حسابات ولعبه، لكن هي في الاخر برضه هي لعبه مشاعر مشاعر ومتعه. بالظبط كده. طب اكتر اللعيبه اللي لفت انتباهك في المباراه امبارح، يعني احنا قدام لاعب جديد اللي هو عمر مرموش، يعني انت شفته ازاي؟ انا بس بمناسبه عمر مرموش، انا حاسس انه في بعض تجني على كثير من المصريين ومجادلة كروش أكثر من اللازم. يتقال إنه هذا الرجل جاب لاعب مصري من ألمانيا واداله الفرصة يلعب لمنتخب مصر، وكان اكتشاف عظيم. ده كلام مش دقيق يا فندم. ده كلام مش صحيح. طيب ماشي. يعني مش بقول لك إن هو مش دقيق. لا، مش صحيح. ماشي. لأنه عمر كان بيلعب في وادي دجلة لغاية 4 سنين فاتت. كان عمر كان ناجي الثاني شايف انه لعيب عظيم جدا وموهوب جدا، والناس ممكن ما تعرفش انه اول مدرب التفت لمرموش وموهبته كان مستر كارتيرون اللي هو حاليا مدير فني نادي الزمالك. وشوقي غريب كان بيلعبه في المنتخب، بس هو افيد قبل تصفيات طوكيو وما سافرش مع المنتخب لانه ناديه رفض، لانه الدورات الاولمبيه مش معترف بيها رسميا في الفيفا. فما فيش اتحاد كوره يقدر يفرض على اي نادي في اوروبا انه يجيب اللعيبه بتاعته عشان تلعب في الدوره الاولمبيه. هو لاعب كويس جدا، ولكن ما هوش اكتشاف كروش. وكان احمد حسام ميدو كان دائم الاشاده بيه لما كان مدير فني لوادي دجله ولاد كتير. مش عايزين بس ايه، لما نعجب بلاعب. انت عارف، بس انت عارف الـ وحضرتك يعني عندك شغل كتير وكتابات كتير في مساله الذائقه المصريه. لما المصريين بيحبوا حد او بيتفائلوا بحد،
خلاص يبقى ايه، بينسبوا له كل حاجه حلوه. ما هو بس احنا احيانا بنظلم اللعيبه بتاعتنا بالحكايه دي. يعني هو لعب مباراه واجاد فيها، ورغم انه في ناس زي كابتن رضا عبد العال شايف ان هو ما اجادش خالص، لكن ما فيش داعي للمبالغه. لا رضا انت عارف ينقد وحده ويتحدث وحده ويبعث يوم القيامة وحده، يعني رضا في موال تاني يعني. يعني مش عايزين يعني نضخم المسائل لا بالإيجاب ولا بالسلب. بالسلب لا عايزين نذبح لاعب لم يجد امبارح، ولا عايزين نعظم او نفخم اكثر من اللازم في لاعب كان كويس امبارح. طب رأيك في أداء صلاح؟ أنا سمعت تعليق دكتور ياسر وعايز أسأل حضرتك عنه. يعني حد قال لي كده، أنا بحس إن محمد صلاح بخلان علينا في الملعب. أولاً يعني أنا مش مقتنع بهذا الاتهام خالص. محمد صلاح هو في الآخر هو مصري ويعتز بمصريته، وبعدين محمد صلاح امبارح كان كابتن منتخب مصر. وهو كان سعيد كمان بالحكايه دي. محمد صلاح احنا بنقارنه بادائه بليفربول، ده بالقطع يعني، لان المصريين كلهم بقوا بيتابعوا ماتشات ليفربول. صحيح. ما ينفعش يا دكتور محمد تجيب لاعب وتطلعه لوحده في حته كده وتبتدي تقيمه. انت بتقيم اللاعب بزملائه ومديره الفني والمنافسين بتوعه. يعني ما ينفعش تقول لمحمد صلاح كان بيلعب حلو في ليفربول لكن وما بيلعبش حلو في المنتخب. ده 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 ده, ده قياس طويلة جدا. قياس مش علمي يعني، لا خالص، ولا كروي ولا اي حاجه يعني. ما هو ميسي كان مع الارجنتين ما يعملش حاجه، وكان في برشلونه مكسر الدنيا وياخد جوائز احسن لاعب في العالم وياخد كرات ذهبيه وارقام قياسيه وكل حاجه. لكن هو مين اللي معاه ومين اللي اوان محمد صلاح مع المنتخب؟ ما لعبش كتير مع ناس كتيره في المنتخب امبارح، ولسه مش عارفين بعض. مش عارفين بعض بمعنى ان مش عارفين اسلوب لعب بعض. ومحمد صلاح بيعتمد على سرعته الى جانب موهبته، وما كانش فيه كرات تسمح لمحمد صلاح بالاستقرار او السرعه او الموهبه. محمد صلاح ما هوش بخيل مع مصر ولا حاجه، ولا مستقصر نفسه، ولا خايف من الاصابه، ولا يعني كل هذه الاتهامات اللي لحقت محمد صلاح. يعني هو محمد صلاح في الاخر لعيب ممكن يقيم، ممكن يجيب صحيح في مصر. لكن فكره اتهام بعدم البذل الجهد عشان خاطر مصر. طب انا هقرا لك حاجه دكتور ياسر، يعني شباب حتى لو جوا لنا على الشاشه. يعني احيانا مثلا بتلاقي الناس في الشارع اللي هم بيتابعوا كوره وبيحبوا الكوره ومتحمسين وبتاع ممكن يقول ده. انا عايز اقرا لك حاجه كتبها زميلنا وصديقنا الاستاذ محمد علي خير، وعايزك تقيمها لي، لان هو كتب على صفحته بيتكلم على مو صلاح وبيقول له خليك في ليفربول، المباراه الثالثه على التوالي للمنتخب لا نشعر فيها بوجود محمد صلاح، هل يمتلك كروش الجراه ويجلسه على دكه البدلاء في مباراه ليبيا القادمه؟ خايف على رجلك يا كابتن وخايف على تجديد عقدك؟ حقك طبعا، بس خليك عندك في ليفربول بدل ما تخلينا نتعلق بوجودك في المنتخب وانت لا تريد ان تلعب. ما تزعلش من الصراحه يا مو. علق انت. يعني انا لما قريت الكلام الحقيقه وعلى ضوء اللي حضرتك قلته، يعني تقييم هذه الرؤيه او هذه الروح حضرتك شايفها ازاي؟ لا مختلف مع عصير محمد بخير يعني في هذه الرؤيه، لانه محمد صلاح ما هوش ما باعش مصريته عشان خاطر عقده مع ليفربول يعني. وبعدين في ساعات لعيبه بتقوم بادوار ممكن ما ننتبهش ليها لو ما دققناش في الصوره اللي قدامنا. وجود محمد صلاح بيربط غصب عني وعن اي حد الدفاع الليبي والمدير الفني الليبي، وبيبقى مركزين معاه جدا ومتوترين. لا يعني لاعب يتعمل له مليون حساب في الملعب. ده يعني احد ادوار محمد صلاح على المنتخب. يعني فكره انه ممكن يبقى هو محمد صلاح الذي يمنح الفرصة لآخرين في المنتخب المصري للتألق واللعب بحرية أكثر. يعني لو شلنا محمد صلاح أكيد مهمة المنتخب الليبي هتبقى أسهل بكثير جدا في الدفاع، وأكيد هم هيتصدوا لبقية لاعبينا يعني. ففكرة إنه نحن نتجنى على أي لاعب، أنا متأكد إنه ال 16 لاعب اللي لعبوا امبارح كلهم بيحبوا مصر جدا، كلهم
كلهم عايزين مصر تكسب، ما حدش مستحق مصر في مصر. ففكره بص ايه، بس احنا اصل احنا الكوره بتسمح بكل هذه الانفعالات، واحنا كلنا، وانا حتى الاستاذ محمد خير هو عايز مصر تكسب وعايز وزعلان. طبعا هو بس بيبقى انفعال لحظي يعني. بيبقى توتر بس. انفعال لحظي اه. طب المباراه بتاعت ليبيا ان شاء الله احنا يوم الاثنين، توقعات حضرتك ايه في ضوء المعطيات بتاعت المنتخب والمدرب واللعيبه، خاصه انه هو هيبقى على ارضه هناك، وانه المنتخب هناك الليبي برضو يعني منتخب عنيد الى حد بعيد يعني. المشكله هناك هتبقى بس ان احنا هنلعب على نجيل صناعي، ازاي يمكن لعيبتنا مش معتاده كثيرا يعني على اللعب على نجيل صناعي، لانه تبقى الاصابات ممكن تبقى احتمالاتها اكبر يعني، وهم متعودين على هذا لنظام لعبهم وطريقه لعبهم يعني. لكن انا برضو زي ما قلت لك ان انا قبل ما اشوف الماتش كنت متفائل، انا برضو متفائل بالمباراه الثانيه وان احنا هنوصل للدور الثاني يعني في تصفيات كاس العالم، وهنتجاوز او هنتخطى يعني ليبيا ونتاهل للدور الثاني ان شاء الله، ونوصل كمان كاس العالم يعني ان شاء الله. عندنا منتخب كويس وبقى عندنا مدرب كويس وعندنا جمهور رائع، حتى لو ما كانش بيحضر في المدرجات يعني بيحضر على السوشيال ميديا، بيحضر على السوشيال ميديا وبالقلب يعني. بس انا صحيح عايز بعد اذنك اتفضل محمد، عايز اقول جمله اخيره. احنا كلنا شفنا الماتش امبارح وكلنا اهتمينا بنتيجه ماتش ليبيا، والكره تستحق من الاهتمام ده 99%. في 1% انا عايز اديه بعد اذنك للاعيبه مصريه وصلت النهارده الصبح من اوروبا للنرويج، وهي سمر حمزه واخده ثالث عالم في المصارعه، ثالث العالم للكبار، ودي اول ميداليه نهائيه في بطولات العالم للمصارعه تيجي في تاريخ مصر يعني. وثاني ميداليه في بطولات العالم للكبار منذ 2005 لما فاز بوجي بالميداليه برضه البرونزيه 2005، فيعني اعتقد ان سمر تستحق ان انا استهنئها. طبعا طبعا، اول ميداليه في تاريخ مصر طبعا، يعني بنقول لها مبروك وبنقول لمصر كمان مبروك طبعا. وبشكرك جدا يا فندم على هذه الاشاره والاشاده، بشكرك الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الدكتور ياسر ايوب.